في وقت من الاوقات حاب عليك سليم جيبوه في الاسبيرونس. شنو صار؟ علاش ما تمتش وقتها الصفقة؟ ما تمتش خاطر مكتوب. انت ما حبيتش تمشي كيفاش؟ ولو انه ما فماش برشا كانوا يقولوا لي سليم جيبوه وقتها. انا قلت لا، ماهيش فخرة معناتها، مش اليوم مش نحكيها باش نقول لي انا قلت سي سي ملاه ولا حاجة كبيرة في الوقت هذاك. كيما تشوف قبل كيما تو نتصرف عادي ونعاودها ونقولها معناتها. ما عنديش دينار في الكونت ديما نقول، ومش رفضت الترجي، قناعاتي الشخصية حبيت نكمل كاريري في ستاد تونيزيان، حبيت نقعد في ستاد تونيزيان. ولو انه الترجي ما تشوفش باليو اخرى كانت باليو اخرى سي فري، اي ملاعب يحلم اليوم الغدوه من بعد غدوه الترجي التونسي، راهو نحكيو على شيخ الانديه يعني. فمش ملاعب يرفض الترجي، انا ود المنطقه ود باردو حسب الحنان. ولاد باردو يحبوا يقلبوا الاسبيرونس. شخصيا نحكي على روحي، انا نمثل روحي، ممكن هما اللي في باردو بدلت الدنيا، بدلت، اما انا مش نقعد محافظ على قناعاتي. استاد تونيزيا ما تكون او لا احد، عشت انا عشت اعتبار عائلتي، راهو كبرت في 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 النايفر، عشت الحنان في النايف. انا ما قديش انا عشت من صغري كامل، عشت في هدي نايفر، تعديت على المدربين كل ما نترنيش، مش نتفرش الكيب سينيور، نترنى استنت على شيء زم يكون الساعتين. وقتها كان سي عبد الوهاب الاحمر وسيد احمد المغيرب ان شاء الله ربي يشفيه، الناس هذوما كانت تدرب في الملعب التونسي، نمشي نلبس حوايجي ونقعد هكاك نجي 6 نتاع العشيه باش نمشي ندرب انا وقتها ميني مكدي. تولدت استاديست ولا كي دخلت تمرين في الاستاد؟ وهي تحب الاستاد؟ لا حبونا في الاستاد، حبونا. قبل كان ثم ناس، لونكادرومو كان قوي برشا في ستاد تونيزيان سيرتو على مستوى الشبان. ما فهمتنيش، قلت لك تولدت ستاديست ولا كانت عندك جمعيه اخرى وكي دخلت الاستاد ولا تحب الاستاد؟ لا انا كي حليت عينيا ما كنتش نفهم برشا، معناتها ما كانش عندي حب نتاع جمعيه معينه. ماكش يعني مغروم برشا بالكوره؟ مش مغروم برشا يعني، انا من الكوره لو باش نكون واضح ما حبيتهاش. كي وصلت من الاول لعب كبليزير كحاجه كتجربه، ومن بعد ركزت معاه على خاطر وليت يلزمني نركز معاه، خاطر يلزمني نلعب الكور، يلزمني نضحي باش ننجم نعاون الناس اللي ورايا، وباش ننجم نقف مع برشا ناس مستحقت لي. وريت الكوره وقتها كي بديت نفهم اللي فيها الفلوس، ومع الناس اللي شجعتني الحق وانا صغير، مع العطف اللي لقيته في ستاد تونيزيان، مع لونكادرومو، ممكن تعنا راهو اللي كادي ولي جونيور راهو يفتقوا ناس كل لي جون اللي عندنا اسلام، كانوا راهو في على المستوى الشبان كنا نربحوهم الجمعيه كل. معناها سبب انك رفضت الاسبيرونس انك تحب الستاد كهو، مش امور ما تفهمتوش امور الفلوس؟ لا رغم اللي بن عيسى نعرف اتفق وقتها مع سليم، اتفقوا مع المبلغ واتفقوا على كل شيء واحد، وهذا مكتوب بلوتو، معناتها فماش واحد يرفض التراجي ويستحيل وقت في الوقت هذاك. لكن انا شخصيا وقتها ود الحومه، وش صار علي ضغط من جمهور الستاد. ما حتى شريك انت خير برشا من الستاد. خير برشا. قداش تجيب الاربع مرات؟ باش تاخذ انت 150 مليون في ديك راهو نحكي سبيس، نحكي لك انا 2002 2003 انا قلت لك ما عنديش 2000 فرنك يعني، ديما مسال في الروج انا، تلقى 150 مليون ما قلت لك. وقلت لي والله ورحمه بابا ونكون واضح، وقلت لي مش خاطر الترجي ولا لا بديتو، اما في الوقت هذاك انا كنت قنوع برشا، وديما ممن نقول بالك يجي مخير. اكثر من خذيتو في تركيا 150 مليون ولا الاقل؟ لا في تركيا حاجه اخرى تريبل. وربي ناب، ربي ناب، ما رفضتش الترجي خاطر انا. هي وقتها في الفتره هذيك ولا بعد جيت تركيا؟ في الفترة بالذات هذيك، هي ميركاتو هذيك، في الفترة هذيك جاتني الترجي الريادي التونسي رفضتها. وقت انا دخلت في نهارتها بالضبط، نهارت اللي فرت العار في جربة، نهارتها اقحمني رجال ومير في 23 تاع الكوب دافريك، زيد ما ندمتش. قلت انا توا الحلم بدات وقت قبل ما نبدا الكوب دافريك بشوية. ما خفتش تفلت كوب دافريك وقتك انك رفضت الاسبيرونس؟ خفت ووليت ستريسي على اعصابي برشا، وكنت نجم على كوب دافريك خير برشا من عملت الشيء اللي مخليني مكبل. ما حاولش ينحيك وقتها؟ لا تحطت الليست وقتها، أعلنوا عليه الصباح وأنا في صح العشاء. بلكش أنت استنيت حتى تخرج الليست وبعد قلت لي حسبت شوية. إي أوكي موجود موجود. إي تك تك تلعب عليه. إي ما وقتها قعد هكا بالحق، عشت فترة صعيبة، وفي لونكادرومو ما كانش عندي كادرومو كبير، وحدي ناخذ في القرارات بما انه ما عنديش غرام، العائله ما عندهمش غرام بالكوره وكل شيء، فهمت؟ وحدي نكسر في ايش نعمل ايش ما نعملش، من فلاج دو 22 وكبرت المسؤوليه راه كمان ترفض الترجي التونسي، جمعيه كبيره ما فماش ملاعب يرفض، وكانت نحيت من اللي ايش تعمل معناتها، فهمت؟
والعشاء يجيوا المسؤولين تاع التراجي، قلت شيئا قلت اوكي ونطلب في ربي مع تليلتها في الليل، خذينا الموعد وغدوا باش تعمل الليستة الصباح نص نهار. دخلنا سال دي رينيو، حلينا شفنا لي ديفونسور، لفتنا القنيس الحيات والله عيني زغلت معناتها فهمت. هو شكون كان وقتها بريفيو معايا المكشر ومحمد المكشر؟ لا وقتها دازينو على اليسار، وشكون اخر؟ وخوزي كليتون ومعايا فتح الغربي، ذولي نتاع سي اس اس كان صدقني ربي. تفكر وقت نحاو ستة بغالية هي ستة خالد والمولي يونس البسعايدي علي الزيتوني نبيل المساوي هكا نبيل المساوي رضوان بوزيين، هذو من نذكرهم، هذو من نذكرهم ليت نحاو.